لحظة عتباقي يبصم. ضروري ضروري بصوم البصمة لابد منها. ها كيف؟ على طول على طول. طريق هاي تفضلوا. بارك الله فيك بارك الله فيك. طزم سبحانه جلت قدرته. باقي زوجته أم الولد. لو سمحت توكع. يا جماعة ما بيشتاقي توقيع العم وبصمته. لا 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 ضروري. لا لا لكن ما بيش داعي. لازم تبصم وتوقع. مش هي أم الوالد وهي يكون لها حصة من الدية؟ كيف؟ ضروري ضروري توقع وتبصم. على طول تفضل. طيب أنا لكم أسير أخليها تبصم وتوقع وأرجع لكمها. لحظة لحظة. لا 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 ما اصبر. لابد ما تبصم وتوقع أمام عيني. حاضر. هيا اتوزل اتوال القلم. تفضل. سبحانه جلت قدرته. أفراح انجيدي. هاي بشرني ما في عنده. الحمد لله استلم لك فيها 1,600,000 ووقع تنازل. الحمد لله ما عاد باقي خير. باقي اهم حاجه بصمه الامه ام الوالده. وانت تبصمي بدلها. وانا ما دخلني ابصم بدلها. ها كيف ما دخلش؟ قصدي هي ما. مثل ما فهمتش انت ذكي ولفني على طول. عزب تستلمي نصيبي من الديه. خارج من المشكله هذا. حاضر ولا تزعلوا نفسكم ولا شيء. انا شنهيكم من هذه المشكله ان شاء الله اليوم. بس انتوا لا تزعلش نفسكم. ولا يا صح. تعجبيني هكذا امانه. يعجبني الانسان الذكاء ما شاء الله. اسمعي انا شد ابحت مصلح قد تبصمي قباله لو ما يدخل وانت بكي. ولا يهمك اللي عجبك فيه. المهم الشيء بيضي وشيها. تمام يلا راعي هنا راعي هنا وبعد اتغطي مشي بسرسوره الشاكله. هيا حاضر. مصلح خير. هيا تفضل. انا ادلكم يا جماعه. انا ادلكم. بسم الله لا عنده هذا. بسم الله بسم تفضل الله تفضل. يا الله 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 يا ساتر. يا الله يا الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله اجركم وان شاء الله ربي يخلف عليكم بالخير ان شاء الله. اسمعي يا بنتي انت تعرفي توقعي؟ ماشي ابصم. خلاص ابصموها. ترجع بصمة هنا. هنا بصمة هنا. اسمحي ولا بس خلاص. هذه البصمة. هذه الشاه. طيب. اي انا اللي ما ليش. ليش. ايوه. لحظة. لحظة اصبري. اشبح. اشبح. هنا جنبي. ابصمي هنا. مالك يا حمدي مالك؟ مالك يا اخي لا حد داري لا بي ولا امي ولا اخي مكرد ان انا انا. صرت ولا حد داري؟ صدمت العجوز. صدمت العجوز؟ نعم. ولا حد داري لك انا؟ ولا حد داري انني انا. قطع لي قلبي يا حمدي. لكن ولدك لك عاملوا لي مع انه فواز. واذا عاملوا لي مع انه ما بش عليهم ركنه. لكن اذا خرجت اشتدوا هذا الكلب بيني انا وانت عش وملح وفول وفازوريا وقدم. والله لازم ادور مكرة اخوك هذا من الجن. الله يحفظك يا اخي محبوب. انت الله يدي رزقك. خلاص خلاص يا محبوب خلاص. وقعنا التنازل من ابو الولد الحقيقي. ووالدته الحقيقيه. اي الحقيقيه واي المزوره يا محظوظ. اي هدره فاضيه. بعدين يا محظوظ انت اضمئن من هذا الناحيه. ولا دق لك ولا تحمل هم ابدا. كل شيء عيسير. تمام تمام. وبعدين احنا الان نتحرك الان نصير نعامل لك الاطلاق علشان نخرجك من هنا في اسرع وقت. مش يستعمل مره الاولى. لا لا مش يستعمل مره الاولى. اي مره الاولى جالس دائما شكاك. شوف هذا الذباب وضرح قلبك علشان تضمن اكثر. سرها سرت وجهز فرشك والبطانيه. خلاص يلا الله يحفظكم بسرعة لأنه حمادي عدي بيستكتب قلبية. ولا يهمك. حاضرك يلا كن امسك براي. تمام امسك براي حمادي.
اخي ولا تقلق يا اخي ولا تقلق الله يحفظك يا اخي قول سليم اسم اخوك مقرد مقرد منصور منصور ها ايش جيعانة انت جيعانة الله يبزيك الله يشتت بيك الله يبزيك عادك اكلتي الهجر اكلتي فين اتور لحالك لا وتقولي عادني جيعانة ايوه جيعانة ايش تاكل زيدي كلي نينا اسمعين اشيك تفكري بعملية جالس اقري الصحف واقلب لا حصلنا لا مجهول ولا مفقود اجيسي فكري بعملية زي العملية الاول اللي عملناه نسيت اكلي تمام فكري فكري حسك عند بطنك الله يشتت بيك وهذا مل بعيونك يا ست الشخطط فكري يا مرة بو فكرة بتأكدنا ذهب ايشي ايشي اسمعي يا روحي بقول لك تيبه بعدين فكرة بتعجبك كثير وبتخليك تأكلي ساعة من قنتين في بها فلوس؟ يا فلوس مادام في بها فلوس أنا بعدك حبيتك بالصيف حبيتك قومي انسى جمع بعدك قومي يا روحي بعدك وودعتك وودعتك وعيني تدري بالدمعة جيب شي شي وودعتك أقول لك يا روحي إيش الفكرة؟ هذه الفكرة بتكسب لنا ذهب إيشي؟ اسمعي يا روحي إيش رأيك لو دهبك لتحت السيارة؟ إيش؟ شي دهبي لتحت السيارة يا رجال؟ افهميني افهميني يا روحي أنا بدهبك مش لفوق ما تصدمكش أنا بدهبك لجنبي وانت تصيحي الله كسر يدي كسر رجلي فقدت الذاكرة والباقي خلوه علي أنا انت مين أنا؟ ولو كسر يدي ولا رجلي بنصف؟ على هذه الناحية انت ما تقلقيش انت ما شي يقعدكش حاجة الذي بتضرر السيارة وليش ما ترمي نفسك انت تحت سيارة ليش فيني يعني يا مرة فهمي انا لو رقمت بنفسي لتحت السيارة منو يخطط منو يفكر الا دهفة دهفة بس وانت صيحي والباقي خلوه علي انا لكن وأنا... بشار اشتري سيارة اخر موديل سيارة اخر موديل طبعا مو عن زفيك عروس كل حادث حادث لا يا حبيبي سيارة آخر موديل يكون صاحبها شبعان فلوس يا سلام بيس والله بدأت تفكري ماني بدأت تفكري بنفس عقليتي ولا همك يا روحي إلا سيارة آخر موديل تسحقي ما تقلقي جنبي جنبي ما تظلمك الآن شبلو بو سيارة يلا روحي يلا جاهزي نفسك لما تجي سيارة جاهز جاهز يلا أبي يا جعا أيوة جاهزي نفسك يا روحي صدمة وهرب لكن والله والله ما فلت والله انه ما يفلت والله سلامات سلامات كيف سلامات قلت تشوف المرأة مصدومة تقولي سلامات الرجال صدم مرتي وهرب لكن والله ما راحته انا لا ادوم للمرور لا ادوم للمرور خير خير يا منصور اهلا يا منصور اهلا احنا عارفينك وكشفينك من زمان وقضيتك عندنا في الإدارة ها من انتم؟ مش ضروري تفهم طيب نشيل اسعفه المرأة بان اسعفه بايش نسعفه؟ بطاق معق الاداره طيب طيب هي قومي يا مرأة عرفوا قيمتي قومي اسعفوني بطاق مرتك عاد الحق يلا الله يبزيك فعلت سيارة تصدمك من سد ليش السيارة صدمتك من سد السلام عليكم يا اخي وعليكم السلام ورحمة عفوا يا اخي أنا قريت في الجريدة أني بالطفل عندكم هنا صدمت السيارة أيوة ممكن لو سمحت أشوفها لأن صورتها أنا مش واضحة طيب حاضر وأمري إلى الله بس متى بتدفنوا هذا الولد؟ شغلتونا يا أخي صلي على النبي واذكر الله أول ما بشوف ابني إنه هو ولا لا وبعدها فعلك اللي تشتي لا إله إلا الله تفضلي
صدق وساوس كل شيء ضمنت يصبح ضحيه